ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. تحياتي لك دكتورة مروة. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور مروة. أهمية وجود مؤسسة تهتم بالتغذية وبتغذية الأطفال عموما في المدارس. طبعا ده الأساس لبناء جسم قوي، فبالتالي عقل سليم، بالتالي زيادة في الإنتاجية، بالتالي الحماية بالاقتصاد ككل، الوقاية من الأمراض. نعم. بنقلل طبعا، بيكون في ده دافع أكبر لزيادة في الإنتاج والارتقاء طبعا بالمستوى الاقتصادي. فكل تقدم في أي دولة هنلاقي أساسها التغذية السليمة، البناء السليم، جسم خالي من الأمراض، جسم قوي، عقل سليم، هيقدر يدينا كفاءة إنتاجية. من وجهة نظرك ما هي التغذية السليمة التي يجب اتباعها للأطفال أو للمواطن عامة في كل المراحل العمرية؟ طبعا لازم تكون ان هو التغذية السليمة ان هو المواطن بيحصل على وجبة غذائية متكاملة فيها جميع العناصر الغذائية الهامة. نعم. سواء اول حاجة مصدر للبناء، واحنا بنقول ده من بروتين، مصدر للطاقة وده بنقول عليها من الكربوهيدرات، مصادر للوقاية ودايما بنقولها من الفيتامينز والاملاح المعدنية اللي بناخدها من الخضروات والفواكه. نعم. بنلاقي ده بيتوفر بصورة كبيرة، الدولة بتوفره، انا سعيدة الحقيقة بيه اللي انا بشوف في التغذية المدرسية، لأن للأسف بنلاقي كتير جدا من الأسر ما بتهتمش بتغذية أولادها. ممكن يكون لعدم وجود الثقافة الغذائية الكاملة، أو ممكن يكون لضعف المستوى المعيشي أو الاقتصادي للأسرة. وأهم حاجة إن أنا شفتها النهاردة وشهدتها في الافتتاحات بتاعة اليوم وسعدت جدا بيها، وهو دخول الألبان ومنتجات الألبان. نعم. لأنها مهمة جدا للأطفال، مهمة جدا لبناء العظام، مهمة جدا للوقاية من الهشاشة، وبنلاقي للأسف كتير جدا من الأسر ما بيقدروش يوفروا ده لأولادهم. فكون إن هم يحصلوا على جزء من احتياجاتهم أثناء الوجبة المدرسية فده عظيم جدا. لكن برضو وجود باركود للوجبات المدرسية ده شيء عظيم جدا، بيضمن وصول الوجبات المدرسية للطلاب بطريقة سليمة وأمنة. هناك أيضا معايير عالمية تتسم بها مدينة سالي فودز للصناعات الغذائية. طبعا، واحنا دخلنا موسوعة جينيس في توزيع الوجبات المدرسية، ودي حاجات يعني من الحاجات اللي تخلينا يعني دائما فخورين بان احنا ماشيين على الطريق الصح. نعم، هل الرياضة مع وجود تغذية صحية سليمة من الممكن أن تساعد في حصول على صحة جيدة للإنسان؟ طبعا، العقل السليم في الجسم السليم، الجسم السليم هيجي من التغذية السليمة والرياضة، فالرياضة طبعا من العوامل المهمة جدا. نعم. ولازم طبعا دلوقتي أنا شايفة المدارس إن هي طبعا يعني ابتدت إن هي تهتم بيها، عايزين طبعا يبتدي إن يكون الاهتمام أكبر من ناحية كل طفل، من ناحية كل طفل ومهاراته وميول للرياضة اللي هو ممكن إن هو يتفوق فيها. دي هتساعده طبعا على جسم السليم طبعا وبنيه سليمه، بالاضافه ان هي نفسيا يعني بتعمل زي تعديل ايضا لسلوك. نصيحه اخيره دكتور مروه للاباء والامهات من اجل الحصول على تغذيه سليمه وصحيه لابنائهم. الاهتمام بوجبه الفطار ده من الحاجات الهامه جدا، ما فيش حاجه اسمها طفل ينزل من غير وجبه فطار، يعني ممكن هي حتى تكون ولو كوبايه دليله صغيره بمعلقه يعني عسل بسيطه جدا، او كوبايه لبن، او سندوتش جبنه صغير، ما فيش حاجه اسمها طفل يخرج بدون من البيت بدون وجبه الافطار. ان احنا دايما نقول لهم الوجبه اللي هيديها لكم في المدرسه لازم ان انتوا تاكلوها، لازم احنا بقى نمشي برضو بالتوازي في التغذيه السليمه، ان احنا ما نديش اولادنا اكلات ضاره بيهم. ان احنا نبتدي نبعد عن الوجبات الجاهزه، الاكلات المحفوظه، الحاجات الملونه، الحلويات والحاجات المقرمشات الكتير اللي احنا بنأذي بيها ولادنا، ونبتدي ان احنا نجيبها لهم. مش معقول هيكون في مجهود كبير من الدوله ان احنا نبني جسم سليم، نبني عقل سليم، نخلي اولادنا بصحه جيده ونحميهم من امراض سوء التغذيه، واحنا نكون بنعمل حاجات عكسيه تؤدي الى نتيجه عكسيه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتوره مروه الشعير، استاذ مساعد الاغذيه الخاصه والتغذيه بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، شكرا جزيلا لك.